بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. مستمر وياكم في هذه التغطيات الخاصة بإحياء ذكرى شهادة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. جهود كبيرة جدا تبذل من جهات متعددة، سلطنا مجموعة من الأضواء لو صح هذا التعبير على هذه الجهود من خلال التغطيات منذ اليوم الأول انطلاقة البث، قبل استبدال الرايات، مراسم استبدال الرايات، الضيوف الذين يعني تقاطروا علينا شرفونا، الفترة الصباحية، فترة الظهيرة، الفترة المسائية بأجزائها الثلاث، البرنامج النسوي والبرنامج الرجالي وبرنامج الاتصالات، البث المباشر من العتبة الكاظمية المقدسة، التغطيات من المحاور المتعددة، الكوت، الزعفرانية، محور العطيفية، كل الأخوة والأخوات. وهناك جهود لا بد أن ينظر إليها بعين الاعتبار، لا بد أن يسلط عليها الضوء. تعلمون أن العتبة الكاظمية المقدسة متصدية للحدث بمباركة المرجعية الدينية العليا، مباركة موثرية المرجعية الدينية العليا، لكن هناك جهات ساندة معها، لها ما لها من عمل بناء، لها ما لها من محاور مسكت هذه الجهات. من هذه الجهات هناك العتبات المقدسة، وخليني أحكي بلهجتي الدارجة اليوم، خليني في جلسة كربلائية مع العتبتين الحسينية والعباسية. أفاضل من الخدام أجوا بعطر خدمة الحسين والعباس صلوات الله عليهما، عطر كأنما يأخذون إلى جلسة فيما بين الحرمين الشريفين وينقلوننا إلى حرمين طاهرين هما حرم موسى وحرم الجواد إذ دمجا بضريح واحد. خليني وياكم اليوم ويا الخدام الأفاضل جناب الحاج محمد أبو دقة مسؤول وفد العتبة الحسينية المقدسة. الله يبارك بكم. الله يبارك بكم. يعني أكسر المود وأقول أكسر الرتابة وأقول إن شاء الله كل سنة وأنتم في خدمة موسى والجواد وكل العتبات المقدسة إن شاء الله. إن شاء الله. في البداية نعزي العالم الإسلامي مراجعنا العظام بمناسبة ذكرى استشهاد سيدي ومولاي راهبي أهل البيت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. الله يحفظكم. وإن شاء الله يعني أنا تكلمت قبل قليل مع جنابكم، قلت انه هذا فضل من الله سبحانه وتعالى علينا ورزق انه ان ناتي ونقدم هاي الخدمات اللي يحتاجها الزائر الكريم. وهالسنه نريد نسبق الكلام، نكون بالمقدمه نوجه في الشكر وتقدير خاص لجميع الاخوه اللي ساندونا في المجيء الى مدينه الكاظميه، وبالاخص ممثليه السيد السيستاني جامع آل ياسين متمثلة بسماحة الشيخ حسين آل ياسين، وجهوده المباركة ودعمه اللوجستي هو والفريق اللي يعمل معه. يعني تعجز الكلمات عن شكرهم، ونشكرهم ونثني عليهم، وكذلك العتبة الكاظمية المقدسة، وكذلك أهالي الكاظمية المقدسة لما وجدناه من تعاون لإنجاح جهود اللي نقدمها للأخوة الزائرين. تعرف إحنا عندنا منشآت صحية، عندنا بعض قد تكون بعض الأمور نسميها مشاكل بسيطة ويا بعض الأخوة أصحاب الهيئات والمواكب. الدعم اللي لاقيناه من هؤلاء الأخوة إحنا نعجز عن شكرهم. الله يبارك بكم. إن شاء الله راح نكون في محاور تفصيلية ويا عملكم. الأخوة اليوم مشكورين، راح صوروا أجزاء كبيرة من عملكم، ما ممكن نحيط بكل عمل العتبة الحسيني لأنه في أكثر من مفصل، أكثر من ساعة، وأكثر من لحظة، وأكثر من يوم، وأكثر من خادم وجندي جند نفسه لخدمة الجوادين سلام الله عليهما. منك أنتقل بالترحيب إلى الأخ الكبير الفاضل الحاج خليل هنون مسؤول وفد العتبة العباسية المقدسة، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، والسلام عليكم على جميع زائري المولى. هذه الأيام أيام عظيمة، وأنا أبتدئ في هذه الأيام أقول الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب وأوجب علينا من حقه ما قد وجب، وصلى الله على محمد المنتجب على أوصياء الحجب.
واقعا هذا شهر رجب من بدايته من زيارة الحسين المخصوصة في أوله إلى يومنا هذا، نجد أن حفاوة الزائرين والخدام عند العتبات المقدسة لها طعم خاص. فشهر رجب المرجب من بدايته إلى يومنا هذا إلى نهايته كل يوم له طعم خاص، وخاصة هذه الأيام أيام موسى بن جعفر عليه السلام أيام شهادته، حيث هذه الأيام تأتي بعد زيارة الأربعين ويوم العاشر من حيث ضخامة الزيارة وتوافد الزائرين الكرام. وما نقدمه هذه الأيام هو دليل ارتباطنا بالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الله يبارك بكم، وكل سنة وأنتم في خدمة الجوادين إن شاء الله تحملون بصمة من أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه ومن أبي الفضل العباس صلوات الله عليه. وحقيقة خليني أكمل هذه الجلسة الكربلائية اللطيفة بهذا المحضر المبارك للخدام الأفاضل، وخلي أقول سؤال واقع الحال يقول كل مؤسسة حتى كبيرة أو صغيرة، سواء مؤسسة كبيرة شركة أو حتى فرن للصمون أو الخبوزات، من يدخل في مكان بمنافس لابد تكون أكو منافسة طبعا. زين إحنا اليوم نشوف عتبتين، بالتالي كل عتبة هي مؤسسة بغض النظر عن الهدف الواحد، عن الانتماء الواحد، عن الخدمة المقدمة. هذه المنافسة شلون تحولت بين العتبتين الحسينية والعباسية إلى عمل واحد، كأنما مو كأنما فعلا هو مضبوط مثل ضبط الساعة، كل من إلى دوره، كل من إلى وضعه، الزائر يعرف هنا شغل للعتبة الحسينية، هنا شغل للعتبة العباسية. طبعا ما يفوتني أن أشكر بقية العتبات المقدسة العلوية والعسكرية، مزارات دوائر العتبات، لكن أنا اليوم في خضم هذه الجلسة الكربلائية خلي أكملها، شلون صارت تحولت روح التنافس، شلون تحولت إلى روح تآصر وروح وحدة في العمل؟ لكم السؤال حجي. والله أنا وجناب الأخ حجي خليل يمكن صار لنا أكثر من 20 سنة إلى 15 سنة تقريبا من الحدود نتعاون في جميع المجالات، خاصة في مدينة كربلاء، ومن نتوجه إلى مدينة الكاظمية أو مدينة سامراء أو أي مكان يوجد فيه عمل يطلب من عندنا أو ندعو ولهم الفضل أن يدعونا، نتصل ويا الأخ حجي خليل شنو اللي قدمه، شنو أنا اللي أقدم، حتى لصير خدمتين في آن واحد. أريد نوسع الخدمات، أريد نبدأ أكثر في تقديم خدمات أفضل، فكل من يختص بجانب. وحتى مثلا عندنا قد عامل مشترك أنا وحجي خليل هو النقل. النقل يحتاج جهود كبيرة من كل العتبات ومن كل المشاركين الأخوة بالدعم اللوجستي قصدي. فإحنا مثلا اختصنا بأمور والأخ حجي خليل اختص بأمر آخر، ومتعاونين والاثنين معا هدفنا واحد، هو خدمة الزائر وإنجاح الزيارة وإرجاع الزائر. أمنيتنا وتعبنا كله يروح من يرجع الزائر الكريم إلى أهله سالم غانم، أو هذا هدفنا. من كلامك المبارك أنتقل إلى حجي خليل. أنا صراحة يهمني كإعلامي عامل في الإعلام، يهمني أن هذه التجربة تعمم حتى على أصحاب المواكب صراحة. يعني مو خطأ إذا كان الموكب يتفق ويا الموكب اللي بصفه، أنا راح أشغل فلان لطمية، أنت شغل بفلان وقت، أنا شغل بفلان وقت، أنا راح أسوي الأكلة الفلانية، أنت سوي الأكلة الفلانية، أنا راح أفتح وزع شاي بالوقت الفلاني، أنت وزع بالوقت الفلاني. بالتالي اليوم من نشوف عتبات على مستوى يعني عشرات الآلاف من الخدام، والخطة الاستراتيجية والمشاريع ورؤية تتحد فيما بينها من أجل هدف، مو صعب أنه تخلي القضية يعني في مؤسسات أصغر اللي هي المواكب. لكم الكريم حاجي. عفوا، أنا أعتبر كل موكب هو مؤسسة. يعني الآن العراق الحمد لله والشكر بفضل الله وفضل العتبات المقدسة الأئمة عليهم السلام، كل موكب هو مؤسسة كاملة متكاملة ويعمل بإطار مرتب. وبعض الأحيان نحن نتعلم من المواكب، نأخذ منهم ونعطيهم أفكار، والحمد لله مثل ما قال الأخ أخونا الكبير الحاج محمد أن هذا التنسيق من سنين، والحمد لله تطور مع العتبات الكاظمية والعسكرية والعلوية، والآن الحمد لله كل عتبات هي حلقة واحدة. وقبل أيام جئنا من السيدة زينب عليه السلام في شهادتها، وكان حضور العتبات مميز وهناك تنسيق عالي، والحمد لله الآن ارتبطت جميع العتبات في تقديم الخدمات. وجود مثل هيك أشخاص مثل ما قال جناب الأخ محمد أنه
أمثال سماحة الشيخ حسين آل ياسين، وجوده المبارك في هذا المكان، التنسيق العالي، كذلك الأخوة في العتبة الكاظمية من ضمنهم الأمين العام الدكتور حيدر والأستاذ المهندس سعد الحجية، لهم أثر في العمل في التنسيق العالي. وهذا الأخوة اللي صار أكثر من سنين نعمل معهم، خاصة الأخوة في مسجد آل ياسين ممثلية المجامع الدينية، لهم الباع الكبير في أعطائنا الفرصة في العمل في جميع أنحاء مدينة كربلاء. يعني الآن في جميع العتبة وفي جميع مرافق وشوارع العتبة ومدينة كاظمية هناك خدمات تقدم. لدينا صحيات خارج مدينة الكاظمية وزعت من قبل العتبتين المقدسة مثلا. لدينا أعمال أخرى خارج حتى مدينة، تسهيل مرور الزائرين، إدخالهم وإخراجهم. هذا التنسيق الحمد لله سنين مواظبين عليه من قبل العتبات المقدسة ومسجد آل ياسين. نعم، إن شاء الله أرجع لجنابك الكريم من بعد ما أنتقل مرة أخرى للحاج محمد. الخدمات المقدمة هذه السنة من العتبة الحسينية، يعني السنة حتى نخدمكم إن شاء الله. إحنا الأخوة حضرونا صور ولقطات وفيديوهات عن الخدمات اللي مقدمة، حتى تكون إن شاء الله معادل الكلام إن شاء الله بالخدمة. أول دور إحنا جبنا منشأة صحية متنقلة عددها 30 منشأة صحية، كل سنة نجيب 26 27. السنة طلبوا أهالي الكاظمية إنه نزود العدد، فعلا زودنا 30، يعني العدد الكلي أصبح 30 منشأة موزعة في مناطق الكاظمية، المحيط الكاظمية، لدخول وخروج الزوار. يعني جولاتنا الميدانية نعرف هذا المسلك بي زائر، هذا بي، فتواجد المنشآت الصحية صار عليها الضوء. قسمناهن وأكدنا على موضوع النظافة وجهزناهن بكافة المواد اللي يحتاجها زائر، شامبو، صابون، بعض ما يريد شامبو، بعض الزائر ما يريد شامبو يدله خلي له صابون. يعني أبسط هاي الأمانة أنا تابعها أنا والكادر اللي معايا، يعني وفرنا حتى أكياس النفايات. يعني جناب حجي خليل تفضل انه احنا شلون نتعاون ويا المواكب، نتمنى على بعض المواكب حتى اعطيناهم اكياس نفايات، قلنا هي مدينه الكاظميه مدينه مقدسه، الزاير ينظر الها لازم تكون بها نظافه، عمي ابو الموكب احمل ولدك هاي اكياس، العفو عندك نفايات خليها، تجي كابسات تشيل. يعني ايش احنا ودنا دائما كل سنه نفكر في نوع خدمه جديد ان شاء الله، ناكد على موضوع النظافه. يعني الزوار اللي يجون الناس تدري اكو عندنا اعداء، بالتالي هي الزياره حضاره، هي حضاره بني مثل ما تفضلتوا، اكو ناس اعداء تترصد لنا، احنا ما عندنا شيء، اما زياره مليونيه يجي زائر يزور اهلا وسهلا. والنظافه هذا في الشعار، يعني حتى من خلال هذا اللقاء ناكد على جميع اخواننا اصحاب المواكب والهيئات ان يكون مكانه نظيف. المنشات الصحيه اللي جلبناها بها مفارغات، ما بها كل أذية، تنسيق مع مديرية مجامع الكاظمية، بل حتى جلبنا نحن معنا من كربلاء سيارة صاروخية لفتح العفو بعض الانسدادات الموجودة بالمنهولات. وهذا يحدث نتيجة الزخم، الزخم مهيئة لمليونين شخص مثلا يجوها في 10 ملايين. بلي، احنا شو نسوي قبل ما ننصب المنشأة؟ نتأكد انه تكرمون المجامع سالكة، وإذا بيها شوية هم نجيب الصاروخية نفتح إذا أكو انسداد ما انسداد، حيث المكان يبقى نظيف. هذا الجانب المهم بالنسبة للمنشآت الصحية. المفارز الطبية، يعني خصوصا إحنا بدنا نشوف أكثر من مفرزة طبية تابعة للعتبة الحسينية. والله السنة مفرزتين طبية، المفرزة الأولى يمجسر لأمة وقبال البنزين خانة، تعرف هاي المنطقة كلش مزدحمة، زوار كثير يجون من الرصافة من على جسر لأمة. المفارز الطبية اللي تابعة للعتبة الحسينية معروفة وتنال مع احترام لكل المفارز الطبية، الزائر عنده ثقة بيها، نوعية الأدوية اللي يجيبها الأخوة الكادر الطبي ويانا، جميع الأدوية اللي يحتاجها فعلا بالزيارة من خلال الخبرات المتراكمة لديهم من زيارة الأربعين والشعبانية وزيارة السماء والكاظمية، أصبح لدى الكادر الطبي تابع للعتبة الحسينية عنده خبرة. الزائر شنو يحتاج الدواء؟ دول معدل مثلا المفاصل لهذا، بالاضافه الى اجهزه الضغط والسكر، بل حتى هالسنه جبنا تنفس، اخاف واحد لا سمح الله يحتاج تنفس. يعني احنا نشوف هذه اللقطات مثلا ادويه، حتى بعض الكريمات الخاصه بقضيه يعني الام المشي مثلا، الام المشي، الكريمات، الدهون،
حبوب اللي يحتاجها زائر لآلام المفاصل، المعدة، يعني خاصة بالزيارة أكثر شيء مفاصل والمعدة، امبرازول والنوعيات الأخرى اللي الأخوة يجيبوها. هاي المفرزة الأولى. المفرزة الثانية في ساحة عبد المحسن قرب ماكسيمال. هاي المفرزة مجهزة بسيارة أسعاف، مخولين من قبل الكادر الطبي مستشفى الكاظمية جزاهم الله خيرا، ننقل الحالات المستعصية. وجود أخوة أطباء متعاونين معنا من مدينة الكاظمية عن طريق مسجد آل ياسين جزاهم الله خير الجزاء، أطباء يجون اختصاص يوقفون بهاي المفارس بالإضافة إلى كادر بهذا الموكب الطبي. خلينا بهذا الموكب الطبي، يعني هذا فشي حلو من يشوف طبيب أخصائي عايف عياته عايف شغله يجي يوقف إنه يقدم الخدمة. نعم. يعني اليوم أنا صادف ويس بعد أذان المغرب أحد الأخوة الأطباء اللي يصافن عليه، جيت أبوس إيديه، جاء واحد زاير تكرم شوية رجليه، هو بيده نزل يمسح العفو الدم أو الجروح اللي بيده، قلت له عمي جزاك الله خير الجزاء. يعني هذا فشي مفرح. بعد احنا خلينا نقول هم ذول رباطي الحسين سلام الله. بعد هي هذا، شوف هذا الفوز العظيم. احيانا يقول لك انت شو تحصل؟ لا، هي الخدمه. اكو الله سبحانه وتعالى مطينا في النوع هو مجهول عند بعض الناس مع الاسف، انه قمه التواضع انه جاي تخدم الزائر، تنسى نفسك انت من تكون مع احترام للالقاب والمسميات. هاي شرف الخدمه، هذا اللي تعلمناه من مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه وسلام الله على الإمام الحسين وسلام الله على أمه اللي علمونا هاي الأمور اللي تخدم بها الزائر وتشرف وتفرح وتحس نفسك سعيد مقدم في شيء خدمة للزائر. مو بس إحنا كعتبات، حتى شو بعض الأحيان بعض الأخوة المواكب الحسينية يتسابقون لتقديم الخدمة، بل يقسمون قسم على الزائر في سبيل أن يأكل يمه أو يقعد يستريح يمه. فشي يعني أنت ماذا تفعل امام هؤلاء؟ تتصاف من فبودك، تريد تقدم اكثر واكثر وتبدع وحتى تشجع البقيه. احسنتم، ارجع لكم ان شاء الله في ملف ثاني. جناب الحاج، قصه العتبه العباسيه مع الماء. نعم. قصه خاصه، وهذه السقايه للزوار بكرامه ابو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، قصه خاصه. شنو بصمه العتبه العباسيه مع الماء في الكاظميه؟ نعم، هو مبدأ الماء والسقاية هي للمولى الفضل العباس عليه السلام. والحمد لله في هذه الإزالة الأربعينية كان في كربلاء أثر لهذا القدح، قدح الكفيل، في جميع الشوارع المطلة على العتبات. وفي كربلاء كان هناك همة كبيرة من العتبة العباسية. الآن الحمد لله فتحنا هذه السنة 3 مواكب في شارع باب المراد. نعم. وشارع باب صاحب الزمان وشارع الإمام علي لتوزيع المياه على الزائرين. فكل زائر من أين يأتي هناك ماء العتبة العباسية، ماء الساقي ينتظره حتى يرتشف من هذا الماء. والزاد طعام، خصوصا احنا شفنا أكثر من موكب، والأخوة أيضا لدينا الحمد لله مضيف العتبة العباسية مشكور يقدم 3 وجبات في شارع صاحب الزمان. الريوق عندنا والغداء والعشاء. احنا هذه اللقطات اذا تحبون تشوفوها ايضا الان. نعم. هي موجوده تعرض. نعم، فهذا طبعا العشاء هو الشاورما، والغداء يصير طبعا تمن وقيمه وفاصوليا، والريوق اجبان وصمون. لدينا فرن كبير للصمون خاص بالمضيف. اماكن توزيع هذه في احنا قلت لك مثل حسب التنسيق، انه احنا المضيف شارع صاحب الزمان على العتبه العباسيه، لأن بعض العتبات لديها مكان حتى لا يصير التوزيع مرتب، حتى أنه في كل عتبة. شارع الإمام علي العتبة العسكرية مشكورين. إحنا حصتنا شارع صاحب الزمان والحمد لله الأكل مستمر، يعني ينتهي الإفطار الريوق للساعة 10، الساعة 11 يبدأ الغداء إلى الساعة 3، الساعة 4 يبدأ العشاء إلى حدود الساعة 10 بالليل. مستمر هذا المضيف إن شاء الله حتى بعد يوم الزيارة إن شاء الله. اليوم العتبة الكاظمية المقدسة بفضل الله تبارك وتعالى، بجهود الأمانة العامة، الشخص الأمين العام، الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة، هناك تطور عمراني، هناك شوارع مساحات أضيفت، بالتالي أكو استقطاب أكبر، بالتالي أكو ثقل أكبر. مثلا جنابكم الكريم الآن تشيرون أكو مضيف في شارع صاحب الزمان، الحاج يشير إلى مضيف في شارع الإمام علي. طبعا تقريبا هذين الشارعين هن ابرز المعالم. نعم. اللي اضيفت، اللي الزائر من يوقف
يشوف القباب الشريفة، إضافة إلى هناك أمور مستحدثة، صحون مستحدثة، صحون قيد الإنشاء. إيش يعني لكم وأنتم نصبتم في مكان صراحة تربطون بين كرامة أبو الفضل العباس، اسم صاحب الزمان، والوصول إلى حرم الجوادين سلام الله عليه؟ يعني هذا أكو جانب روحي بالقضية. طبعا يقين هو اسماء الأئمة كلها عليه السلام يعني لها أثر روحي عند، ولكن مثل ما أبديتهم أنه اسم الإمام صاحب الزمان هو صاحب الثأر، وتعلمون أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هو فداء المسلمين، فداء الإسلام عفوا. فمظلومية الإمام موسى بن جعفر معروفة، وأن الإمام صلوات الله عليه هو ماخذ الثأر، فهناك ارتباط وألم وتعزية. كل ما نقدم قدح الماء أو نقدم سندويش الأكل أو معون الأكل أو البطانية في هذا المكان هو تعزية للإمام صلوات الله عليه. أحسنتم. أرجع للجناب الحاج محمد، قضية المبيت، الزائر من يجي والجو بارد أكيد يحتاج غطاء، بطانية، الآلية بالتوزيع. يعني هالسنة جلبنا أكثر من 31 خيمة كبيرة، تم نصب بعضها في شارع الإمام علي عليه السلام، وبعضها تم نصبها في مقابل مول الكاظمية، وجلبنا معنا بطانيات. أبو موكب يحتاج بطانية، أو بعض الأخوة الزائرين أكثر يتدري مواكب في المناطق نعطيهم البطانيات وبعدين ترجع. حسبنا حساب أنه بس مو يعني اللي نقدر نسد كل الزائر، تدري أعداد مليونية، بس قدر الإمكان فجزء بسيط نقدمه موضوع الإيواء. وكذلك نطلب من بقية الأخوة بالعتبات والأخوة أصحاب، يعني الزائر لازم نهيئ له سكن. تدري بعض الأخوة الزائرين قد ما يتمكن ينزل في فندق، فواجبنا إحنا نقدر قدر الإمكان نهيئ هذا السكن البسيط. جبنا سجادات وخيم هيئناها، مدافع كهربائية جبنا معنا، وكذلك بعض الحاويات للنفايات أخاف والخيمة، ومنتسبين ينظفون الخيمة كل ما تفرق تتبدل يعني تتنظف وتكون جاهزة لإيواء الزائرين مع نظافة البطانيات. هذا تقريبا ثالث محور من محاور الخدمة من بعد الجانب الطبي. المحور الآخر يعني كابسات تخص عفوا النفايات. اي بلي، يعني ضمن فعاليات ابو عبد العتب الحسيني كابسات، وتم تنسيق مع الأخوة في مديرية بلدية الكاظمية من عن طريق الأخوة ممثلية مرجعية السيد السيستاني الله يحفظه، أنه نسقنا ويا مدير البلدية تطلع الكابسات وياهم في تنظيف المناطق اللي حددوها، أن مثلا هذا الشارع أو هاي المنطقة هذا الزقاق نقوم برفع النفايات. وكذلك من ضمن فعاليات وفد العتب الحسيني نجلب 3 تناكب ماء، ماء للمنشآت الصحية، وماء للمواكب والهيئات الحسينية. تدري أكثرية المواكب تفيد ماء للطبخ، فهذا ماء صالح للشباب. نجهز به هم المنشآتنا الصحية وهم المواكب والهيئات الحسينية اللي تحتاج هذه الأمور. بالإضافة إلى المحور الأخير والمهم هو النقل، عقدنا اجتماع مع الأخوة آمر الفوج مقدم عدنان والسيد آمر اللواء، أنه من يسير القطع لمدينة الكاظمية ننسق أنه المحاور اللي تابعة للعتبة الحسينية والعتبة العباسية لنقل الزائر الكريم من أقرب نقطة من القطع إلى أقرب نقطة للإمام اللي مسموح به، بحيث يعني الزائر يوصل للإمام مفتاح. وكذلك عندما يخرج من الزيارة ونسأل الله القبول النقل يكون بالعكس. والعمل يستمر على مدار الساعة على خلال 24 ساعة. أعتقد من باكر يمكن يبدأ القطع حسب معلوماتي، بعض القطوعات، وإحنا جاهزين لنقل الأخوة الزائرين ونشرف بنقلهم. الله يحفظكم وبارك بكم. إن شاء الله أرجع لكم في كلمات الختام ورسائل وفد العتب الحسيني، بعد أن أنتقل إلى جناب الحاج خليل. الله يحفظكم. اليوم العتبة العباسية حاضرة جزء من هذه الصورة، الصورة المباركة. الآن إحنا نشوف الضريح الشريف، نشوف محور العطيفية، الباب الشرقي، المحاور المؤدية للكاظمية المقدسة، القريعات، الشعلم، كثير من المحاور اللي غطيناها أو راح نغطيها في التغطيات القادمة. والعتبة العباسية حاضرة،
ايش قد عدد الكادر الموجود، الفريق الموجود وياكم، الجنود يعني العباسيين لو صح هذا التعبير، الجنود الكفيل صلوات الله يحفظكم. مثل ما قال حجي، احنا عندنا طبعا سيارات نقل الزائرين حدود 20 سيارة تنقل الزائرين. محورنا دائما يصير شارع محمد الجواد من القطع الى وصولا الى باب المراد وشارع الامام علي عليه السلام، هذا الاول. هناك طبعا سواق يستر السياره ما تقف، يعني اكو كل سياره لها سواق اثنين. اي اضافه الى المنتسبي كادر البطانيات الخدميه الذي يقدموا البطانيات للخيم، وبطانيات موجوده يوزعون في هذا الليل، هناك كادر جيد. منتسبي قسم بين الحرمين 30 منتسب جاءوا معنا لتقديم الخدمات في التنظيف ومع الكابسات. لدى جلبنا 6 كابسات مع الأكياس مع أدوات التنظيف، إضافة إلى منتسبي باقي الأقسام حفظ النظام الآن ملتزمون في الحرم المقدس والصحن الشريف، إضافة إلى قسم الصحن يقومون بتعطير الصحن والحرم الشريف، إضافة إلى المفرزة الطبية موجودة كادر. ولدينا الحمد لله هذه السنة جاءوا معهد القرآن فرع النجف اللي فتح موكب لتعليم وتصحيح القراءة، إضافة إلى ختمات تهدى للإمام موسى بن جعفر صلوات الله خلال هذه الأيام. وهذا الموكب في شارع بداية شارع باب المراد، الحمد لله هذه السنة إضافة جديدة. يعني حدود الكادر إذا حسب الكادر مع المضيف أكثر من 200 منتنى. الآن كربلاء فيها زخم قوي بسبب العطلة الربيعية، ولكن آثرنا هذه الزيارة العظيمة زيارة موسى بن جعفر، وجلبنا كادر جيد لتغطية جميع الأعمال. لدينا الحمد لله إضافات، مثلا هذه السنة لدينا برادات الفواكه توزع في وقت العصر والضحى، يعني ما بين الوجبات بالوجبات، كذلك عصير يوزع، الفرن مستمر 24 ساعة. الأعمال كلها إن شاء الله، هناك حملات تنظيف أثناء الزيارة وبعد الزيارة إلى مدينة الكاظمية المقدسة. أحسنتم جناب الحاج. إيش قد عدد الفريق الموجود وياكم؟ يعني تقريبا أكثر من 250 فرد. وفاتني أن أذكر ذكرني جناب الحاج خليل أنه قسم حفظ النظام العتبة الحسينية أيضا جاءوا تنسيقا مع العتبة الكاظمية لتقديم الخدمات الأمنية اللي يحتاجوها الأخوة في العتبة الكاظمية، أجهزة الآي دي، قسم المتفجرات، يعني الأمنيات، جميع الشغلة اللي يحتاجها الأمنية إجوا. وكذلك فاتني أن أذكر شغلة مهمة، مركز المفقودين، هنالك 4 مراكز المفقودين هاي السنة تابع للعتبة الحسينية. تابع للعتبة الحسينية. العتبة الحسينية إن شاء الله ماكو فرق إحنا وياهم. لا لا، بالتالي أنا دا أفخر يعني بعمل العتبتين، بهذا العمل يعني المترابط. أي 4 مراكز مفقودين، يعني تعرف المفقود ودوره، يعني جايبين أجهزتنا وسماعات وخيم، واحد بساحة محمد الجواد، واحد بالشوصة، واحد بتقاطع عبد المحسن، والآخر مكان آخر اللي يم قرب براسة، جامع براسة جاي من المدافع يعني. اي بني اي مراكز المفقودين. عفوا حجي، هواي ناس تجهل قضية المفقودين، عبالهم مسألة سهلة، ما يدرون هذه بيها خلية معلومات وبيها شبكة اتصالات. لا يعني توضحونا ولو بشكل مبسط. يعني مركز المفقودين مركز حيوي ومهم، ويحتاج كل زائر في كل منطقة بالعالم بيها زيارات مليونية مثل او اي فعالية. نعم، يعني قد الناس يقول لك شنو مركز بس يصح فلان وفلان، لا تاخذ الاسم. انتوا تحكون كانت اللقطات عن مركز ارشاد التائهين. بلي، يعني هاي شغله ناخذ المعلومات ونطمئن، وتدري هذا ذا طفل، قد يجي واحد يدعي انه هذا ابني، قد يكون مو ابنه، لازم نتاكد. اكو تنسيق حاسبات مرتبطه احنا ويا الجهات الامنيه حتى تاكدنا، ويا الاخوه اللواء الثامن الموجود في الكاظميه للاطمئنان. يعني عمل مركز الاخوه في جامعه الياسين جزاهم الله خير الجزاء، ويانا متعاونين، كادرهم موجود. واحنا هسه عندنا كم سنه عندنا فعاليه كلش حلوه، هي مثلا التائه او رجل كبير، اما كبيره طفل، تعال عمي شو اسمك فلان وفلان، رقم تليفون اقرب واحد، رقم تليفون قد يضيع،
الشخص هذا معلقه باج ومخليه هنا برقبته، رجل كبير عمره كبير، شخص مريض لا سامح الله، لا سامح الله مريض. هاي يعني فد شيء حلو، يعني الناس اكو اقبالهم يجون عم يعطيني واحد يسجل اسمه رقم تليفونه اقرب فشيء عناوين اللي تحتاجها. هذا جهد هم حلو، نعم. بس هاي اكو جنود مجهوله، يعني مو انا مع احترامي جناب حجي خليل، اكو كادر ويانا اللي يشتغلوا بسواعدهم ويانا، انا اسميهم جنود المجهولين، وان شاء الله لهم التوفيق بهذا العمل. ان شاء الله. هذه الخمس ست ايام او خلينا نقول اسبوع، ايش قد تطور التحضير عندكم؟ يعني تدري احنا مناسبه وفاه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه انحبب له قبل مده، والسابقون الاخوه المنتسبين هذا يقول اجي، هذاك يقول اجي، بدون عذاب، يشوف اندفاع قوي. احنا نسميه عاشور الصغير، نستعد كما نستعد لزياره الاربعينيه. فنهيئ الامور، نهيئ مثلا المنشات الصحيه، ادامتها، ترتيبها، تجهيزها، الخيام، الادويه اللي من نشتريها، نبعد ويا الكادر الطبي، ابو الصوتيات يعني مراكز المفقودين شنو اللي يحتاج، ابوي عم يدفد اربع خمس سماعات اضافيه حتى اكثر مكان الصوت يوصل، ما بيد صوت قد بي ضجة عالية، يعني فالتنسيق الحيث الكل تسمع بهدوء، لأن تعرف سماعات المواكب هاي، فشي نخلي السماعة ترتيبها حتى وضع السماعة نضع وين نضعها بيا عمود مثلا بحيث ينسمع الكل. الله يحفظكم. شو توجهون من كلمة لكل زوار الإمامين الكاظمين عليهم السلام؟ والله قبل ما أختم، أنا عندي فالطلب يعني من اهالي الكاظميه، من الحكومه، الحكومه يعني عن طريق قناتنا الموقره، انه شارع المحيط، شارع المحيط الكاظميه دا تتوسع واعداد الزائرين قاعد تكثر وما شاء الله ازدحامات، نطلب منهم انه الرصيف يصغروه والجزره الوسطيه تقلل لتوسيع الشارع، يعني لا طب للمحيط او من بدايه شارع الامام علي الى ساحة الإمام محمد الجواد، يعني كلش أذية. يا ريت الأخوة مالت العاصمة، شوف منو مسؤول العتبة، أنه تتوسع هاي المنطقة، جنابكم ما نعم واضح. هاي رصيف كلش كبير. هواي راح يفرق بالنسبة للسيارات. أحسنتم، يفرق للسيارات، حركة الزائرين. يعني هذا إن شاء الله نتمنى أنه. لا هو خط محوري خصوصاً أنه يربط القريعات، يربط الرصافة، يربط الكرف. يعني حتى المحافظات مفترقة. أكيد. فنطلب أنه إن شاء الله هاي الأمنية تتحقق. وكذلك نشكر مرة ثانية جميع الأخوة، جميع اللي ساهموا، جميع من دعونا وهم أصحاب الفضل، ممثلية مكتب السيد السيستاني، جامعة الياسين، العتبة الكاظمية، أهالي الكاظمية، قناة كربلاء، جميع الأخوة، أخاف القوات الأمنية، نشكرهم وهم أصحاب الفضل علينا إن دعونا أنه نجي نترزق ونخدم ونسأل من الله القبول، ونعتذر عن أي تقصير يبدر من عندنا، ونفرح إذا أكو ملاحظة أو انتقاد العملنا، أكو فد فكرة جيدة، فكرة جديدة يطلبوها الأهالي أو فشيء هم إحنا مستعدين نقدمها. بالنيابة عنكم أيضا صوتكم أوجه لكل الإخوة والأخوات خصوصا أصحاب المواكب، إذا في بالكم أن أكو جهة ترفض الانتقاد، ترفض الاقتراح، فتوجهوا بأي فكرة تخدم الزيارة إلى العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وطلبوا اللقاء بمسؤولين الوفود، قولوا لهم إحنا عندنا هيك فكرة وفق هذا العمل، وفق هذا الأمر، أو كتبوا رسالة وسلموها إلى وفود العتبات. بالتالي هذا الأمر لا تتصوروه هين، ممكن فكرة منك، فكرة منك أختي أخوية، ممكن هاي تتحول إلى خدمة للزائر، وباسم من؟ باسم أبو الفضل العباس، باسم أبو عبد الله الحسين، تقدم اليوم في الكاظمية، تقدم في النجف الأشرف، في سامراء المقدسة، في كربلاء المقدسة، في الكوفة، في كل المزارات. أخوانكم الأفاضل الخدام في العتبتين يوجهوا لكم هذا النداء، أي فكرة تشوفوها تطور العمل كتبوها بورقة سلموها أو احجوا بشكل مباشر، بالتالي الإخوة صدورهم رحبة، وينتظرون منكم أن يتعضد العمل ويقوى أكبر وأكبر ويبيض وجهنا عند الحسين سلام الله عليه. جناب الحاج، رسالتكم لكل الخدام اللي ساهموا وياكم. أولا يجب أن نذكر أخوانا السادة، السادة الخدم، الحمد لله صار سنتين يأتون معنا بعض السادة الخدم للتشرف بالخدمة وتوزيع الطعام وتوزيع الماء على الزائرين، وكذلك زيارة المواكب
الحسينية، زيارة العتبة، زيارة الكوادر، زيارة الجهات الأمنية وتشجيعهم على هذه الخدمة، هاي أولا. ثانيا نحن كادر صغير نسبة إلى منتسبي العتبة العباسية المقدسة، فهذا الكادر هو جاء نيابة عن خدام العتبة المقدسة جميعا ونيابة عن زوار الحسين عليه السلام، فكل واحد منا هو يقدم خدمة نيابة عن جل خدمة المولى أبي عبد الله والمولى الفضل عباس وخاصة سماحة المتولي الشرعي للعتبتين المقدستين وكذلك الأمينين وجميع خدمة أبي عبد الله الحسين. نشكر جميع من توافد لهذه الزيارة، زيارة الإمام موسى بن جعفر، ونسألهم الدعاء وأن يزوروا الزيارة الرجبية وأن لا ينسونا عند المولى، نحن منشغلون في العمل وقد تكون زيارتنا قصيرة، نتمنى أن لا ينسونا ولا ينسوا مرضى المؤمنين والمؤمنات وخاصة من تأذوا في هذا الزلزال من المسلمين في تركيا وفي سوريا بالدعاء، وشاهدنا المواكب كيف ذهبت لنجدتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الموتى ويشافي الجرحى بحق محمد وآل محمد بشفاعة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم أجمعين. الآن انتقل إلى لحظة هي لحظة كلام من قلوبكم الطيبة إلى الإمام الكاظم عليه السلام. خلينا نتصور اليوم أنه جنابكم في موكب العتبة الحسينية وجنابكم في موكب العتبة العباسية، ويرجع بين الزمن وتفوت جنازة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، يا لحظة تبكيكم جناب الحاج. يعني تبكينا من انه الجنازة ملقات على الجسر، إمام معصوم هكذا يفعل به، من أجل أي شيء الجنازة انذبت على الجسر غير من أجل رفعة الدين والمذهب؟ يعني نعجز من نشوف نجي زيارة الإمام الكاظم نخجل، شو نقول للإمام؟ يعني نبكي بحرارة سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر تلقى جنازته على الجسر غير من أجل رفعة الدين والمذهب؟ أي عقول هذا تسوت هاي الأمور؟ الله يأجركم جناب الحاج. أعظم الله أجوركم. أنا أقول الله يساعد الشيعة في ذاك الوقت اللي كانوا ينتظرون الإمام، وتغيرت أنه الفرحة تغيرت إلى من فرحة إلى مصيبة عظمى عندما وجدوا أن الملقات هي جنازة الإمام صلوات الله عليه. أقول أنه شنو حالكم وعندما شاهدتم الإمام في هذا الحال، وشنو حال الإمام الرضا صلوات الله عليه وهو يسمعنا الآن، شنو مولاي موقفك، شنو حالتك عندما وأنت الإمام الرؤوف، أنت على المريض على الغريب تتألم، شفناك يا مولاي قد من نفسك هذه الرؤوف العطوف، شنو موقفك أمام هذه المصيبة، مصيبة أبيك الكاظم عليه السلام؟ فصلوات الله عليك يا مولاي. أي لحظة تبتشيكم حجي يا أبا الحسن؟ أكثر لحظة تبتشيكم في يعني هي هذا الحزن الكاظمي. هو أنا أقول أنه الله يساعد الشيعة، الله يساعد أهل بيته عندما تغربوا عن الإمام عليه السلام، اللي ما حضروا الإمام ما شافوا إمام إلى سنين، غربة وشهادة. أنا أقول الله يساعد قلب الإمام الرضا صلوات الله عليه في ذلك الزمن، والله يساعد قلب الإمام صاحب الزمان هذه الأيام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشركنا بمصاب الإمام صاحب الزمان ويأخذ الثار من الظالمين الذين ظلموا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنتم جناب الحاج. والسلام عليك يا مولاي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لخدام الحسين والعباس صلوات الله عليهما، شكرا أخوتي الكبار الأفاضل. أسأل الله أن يديم لكم نعمة خدمة محمد وآل محمد، وأن ترزقون الخدمة عند عتبة الزهراء صلوات الله أجمعين إن شاء الله في ظل القائم المهدي. شكرا جزيلا لكم، من كلامكم من دموعكم خلوني أصيغ هذه الكلمات ويا الأخوة والأخوات المشاهدين. أرجع
ارجع بالمأساة تلك الليالي، خليني احكي بلهجتي وبلغتي. استشهد موسى بن جعفر، ألم ما مثل ألم الرضا من باب، معصومة من باب، أحمد ومحمد من باب، القاسم من باب، جسد تلاشى وتقطع، ألم، سجن، غياهب سجون، فراق، مأساة، معاناة. أي واحد خلي يتصور أنه بنية في قمة العفة الفاطمية والكيان الزينبي، أبوها موسى بن جعفر شنو حالها؟ أي واحد يتصور أنه الرضا الرؤوف في لحظة من اللحظات هذا الرؤوف الدنيا سودت بعينه وانكسر قلبه الأبو؟ أي لحظة يتصور بها الإنسان أنه